أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اقترضت من رجل مالاً وقمت باستثمار هذا المبلغ، وبعد مضي الحول عليه أخرجت الزكاة عن الأرباح فقط، وقام صاحب المبلغ الذي اقترضت منه بإخراج الزكاة عن مبلغه الذي أقرضني، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. نعم، صاحب القرض يزكي القرض لأنه ماله في ذمتك، وأنت تزكي اللي عندك. هذا المبلغ صار ملك لك أنت، هذا المبلغ الذي أخذته منه وصرت تستثمره صار ملك لك أنت، يزكيه هو وأرباحه. وذاك يزكي الدين اللي في ذمتك، بديل عن هذا المبلغ. هذا بديل، ما هو المبلغ نفسه، بديل عنه يزكيه. نعم، فكل يزكي ماله. نعم.